السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. حفظك الله. سؤالين بعد ماشي إذن حضرتك. السؤال ماشي. الأولاني يتخص يتعلق بذكر الله. في أذكار واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، زي سبحان من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت له بذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي أذكار تانية بتحط على التسبيح زي كلمتين خفيفتين على اللسان. فلو الواحد يقول كل يوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هل هياخد يعني أجر الحاجتين دول بتوع سبحان الله وبحمده مرة لوحدها 100 مرة؟ يا أخي إزاي؟ الأجر على الله، إلزم لازم الوارد، تلزم كل حاجة لوحدها. استغفر الله، إلزم الوارد عن رسول الله واسأل الله القبول، الله يكرمك.